أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل في الجنة أمر بغض البصر؟ وهل يصح أن الحور العين لا يكبرن ولا يتغيرن؟ لا نقول إلا ما ثبت به الدليل، ما نقول إلا ما ثبت به الدليل. والجنة ليس فيها تطلع إلى ما في الدنيا من النظر إلى النساء وإلى الذي أمر الله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. هم في الجنة مقتنعون، ما يحتاج أنه ينظر، لأن ما فيه من النعيم ما يدع له مجال أنه ينظر إلى كذا وإلى كذا. نعم.